وللحديث عن تأثير الأمم المتحدة والتأثير الدولي بتسهيل الانتخابات في العراق رغم الرفض الشعبي لها والمشاركة فيها، معنا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. أهلا ومرحبا بك دكتور قحطان. أهلا بك أخي العزيز، حياك وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. حياك الله. وعبر سكايب أيضا معنا رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر الأستاذ مصطفى كامل. حياك الله أستاذ مصطفى. أحييك وأحيي مشاهديك الكرام وأحيي الدكتور قحطان. حياكم الله. بداية أبدأ معك دكتور قحطان، لماذا هذا التسابق الدولي لا سيما من إيران وأمريكا على التدخل في العراق في انتخابات تعتبر شأنا داخليا عراقيا؟ حياك الله مرة ثانية وحيا الضيف الكريم. ذلك لأن إيران وأمريكا هم طرفي الإدارة الحقيقية للشأن العراقي، وبالتالي أمر العراق هو ليس بالضرورة في المدرك الواقعي الآن أن يكون عراقية بقدر ما هو في الحقيقة قرار أو إرادة إيرانية أمريكية. وإن الصراع بينهما اشتد، فأكيد اشتد وصعد مؤشر الاهتمام الأمريكي والإيراني بالشأن العراقي، وبالتالي فالانتخابات إرادة خارجية أكثر مما هي إرادة داخلية. بالمقابل أستاذ مصطفى، قبول شركاء العملية السياسية بهذا التدخل الأمريكي من جهة والتدخل الإيراني أيضا من جهة أخرى، ألا يعتبر مبررا لهاتين الدولتين وحتى غيرهما للتدخل بشؤون العراقية الداخلية أم الخارجية وعلى حساب مصلحته وسيادته؟ يعني هذه الجهات عندما استدعت الأمريكان لغزو العراق فهي سلمت أمور العراق إلى أمريكا، وعندما نسقت مع الجانب الإيراني لإتمام غزو العراق وبعد ذلك قبلت بكل التفاهمات الأمريكية والإيرانية بشأن العراق، فهذا من المؤكد أنها هذه السلطات كلها منذ العام 2003 خاضعة تماما لنفوذ المحتلين الأمريكان والإيرانيين بشكل واضح، وهذا الأمر لا يحتاج إلى كثير من الشرح والإيضاح. دكتور قحطان، يعني حكومة الكاظمي كانت تعول على مؤتمر بغداد لتمكين العراق من أخذ دوره الإقليمي وحل أزمات المنطقة العالقة، لكن هل تحققت هذه الأمور بالفعل؟ ماذا عن أزمات العراق نفسه لا سيما التدخل الخارجي منه؟ المشكلة أن الإدارة العراقية كاظمي أو سواه لا يعي حقيقة كيف تكون الدولة مؤثرة في إقليمها لكي تترأس أي ترتيبة إقليمية. المسألة تدرك دوليا من مدى إمكانية الدولة ذاتيا على إدارة ذاتها وأن تقدم نفسها إلى المجتمع الدولي كترتيبة فاعلة حقيقة في الداخل وفي الخارج. أما وضع العراقي منذ 2003 لحد الآن هو صنيعة قوى خارجية، يوجه بقوى خارجية، إرادة داخلية ضائعة، قدرات ذاتية كدولة غير موجودة، وبالتالي المؤتمر إن بنى عليه كاظمي ذلك التصور فهو خاطئ، وهو أقرب ما يكون محاولة غربية خارجية لإظهار الصورة شكلية لا حقيقية. ذلك المؤتمر فشل من قبل أن يبدأ. نعم أستاذ مصطفى، ماذا عن مسار الانتخابات؟ هل تمثل كل العراقيين؟ مثلا ثوار تشرين يقولون أن هذه الانتخابات ليست ذات الانتخابات التي حلموا بها أو طالبوا بها. في البداية يجب أن نؤكد أن الثوار لم يطالبوا بإجراء انتخابات في ظل هذه السلطة ولا في ظل هذا البرلمان ولا في ظل هذه الأحزاب ولا في ظل هذه الميليشيات والشخوص والقوانين والإجراءات المتبعة في العراق. الثوار طالبوا منذ اليوم الأول بإسقاط النظام، وهذا يعني إسقاط دستوره وشخوصه وبرلمانه وأحزابه وكل الإجراءات التي جاء بها هذا النظام الذي يطالبون بإسقاطه. هذا من جهة. الجهة الأخرى وهي مهمة جدا، المفوضية الانتخابات أجرت، وهي غير مستقلة طبعا، أجرت يعني عملية تلاعب كبيرة، وهي أنها ستحتسب نسبة المشاركة قياسا إلى نسبة البطاقات الموزعة، البطاقات الانتخابية الموزعة فعلا.
والمعلومات التي المعلنة من جانب المفوضية ذاتها تشير إلى أن عدد الذين يحق لهم التصويت هم نحو 25 مليون مواطن عراقي، وعدد الذين تسلموا هذه البطاقات الانتخابية بحدود 15 مليون شخص فقط. بمعنى ابتداء أن هناك 40% من الشعب العراقي رافض لهذه الانتخابات، لم يتسلم هذه البطاقات الانتخابية، رغم أن حتى الكثير من الذين تسلموها هم من الذين خضعوا لما يقال من إشاعات ويتردد من أخبار أن هذه البطاقة ضرورية لتجديد البطاقة التموينية أو ضرورية لتسلم الرواتب أو إلى آخره. فكثير حتى من الذين تسلموا هذه البطاقات هم لن يشاركوا. نعم. الأهم من هذا، اليوم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جيلين بلاسخارت أعلنت أن انتخابات عام 2018 كانت انتخابات مزورة، وهي تعد بأن الانتخابات القادمة سوف لن تكون كسابقتها في العام 2018، الانتخابات المزورة كما قالت هي بلسانها. والحقيقة هذه الوعود لا تجد صدى في الواقع، لأن الجهات التي نظمت عملية الانتخاب في عام 2018 هي نفسها التي ستنظم هذه الانتخابات، ونفس الإجراءات ونفس القوانين ونفس الأنظمة والنظام الحاكم الذي يسود البلاد بشكل عام. نعم دكتور قحطان، هل يمكن الإيمان فعلا بفكرة الصراع الأمريكي على الأرض العراقية، لا سيما أن الانتخابات التي حصلت في عام 2005 هي انتخابات حظيت برضا أمريكي وإيراني لتثبيت حكومة الاحتلال الأولى؟ إلى أي مدى ساعدت واشنطن وطهران بوصول العراق إلى مرحلة تشظي الدولة وهيمنة الميليشيات؟ أمريكا وإيران هم ليسوا بالضرورة أن يكون على طوال العلاقات سلبيين ومتقاطعين، لا، ممكن تكون حالات صعود ونزول، وهذا واضح حتى في الدول التي تتماثل في المعسكر والفكرة، كان يكون خلاف فرنسي أمريكي. لذلك نقول الحالة بين أمريكا وبين إيران صراع تنافسي، التنافس والصراع لأسباب دولية إقليمية. أدركت أمريكا أن إيران فعالة في المنطقة، خدمت قوة فعالة دوليا كروسيا والصين، وبالتالي لابد من احتوائها وتقليل فعاليتها في العراق، لأنه تقليل فعاليتها في العراق يعني تقليل فعاليتها إقليميا. حال ذلك صعد التنافس بينهما والصراع إلى حد الاختلاف الكبير. إلى أي مدى تم تشظي الوضع العراقي؟ ذلك لأن الذي حصل في العراق بعد 2003 بني على التشظي. القوى السياسية، العملية السياسية قسمت سنة أكراد شيعة، أحزاب قسمت أصغر فأصغر، هم أريد أن يقسم العراق، وبالتالي تنتهي فاعلية العراق كدولة واحدة قوية فاعلة لأن جزئة، وبالتالي الصراع الأمريكي إيراني يتصاعد والمأساة العراق تتعاظم بسبب هذا الصراع الأمريكي الإيراني في العراق. نعم أستاذ مصطفى، بالتطرق إلى الدور الأممي في العراق، يعني هل كان هذا الدور رقابيا بالفعل كما تعهد لإخراج العراق من أزماته؟ وما السر أيضا وراء إصرار يونامي ورئيستها جينين بلاسخارت على الترويج للانتخاب كأنها مركز للترويج الانتخابي؟ يعني الأمم المتحدة من واجباتها ضمن الإطار العام لواجباتها في العالم يعني الترويج أو التسهيل عملية إجراء الانتخابات في أي بلد من البلدان الأعضاء، ولكن هذه الانتخابات يجب أن تتم وفق آليات ديمقراطية حقيقية ووفق أجواء ديمقراطية حقيقية، وليست كما يجري في العراق في ظل الميليشيات وفي ظل الأجندات الخارجية وفي ظل المال الفاسد المسروق من العراقيين، وفي ظل هذا الرفض الشعبي الكبير الذي يطعن بشرعية هذه الانتخابات ابتداء كما قلنا هناك ما نسبته تقريبا 40% من الشعب العراقي، وربما سيكون الأمر أكثر،
من الرافضين ابتداء لهذه الانتخابات. فبالتالي هذا الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في العراق يتنافى مع حقيقة دورها في ترويج وتسهيل العملية الديمقراطية والانتخابية في العالم أو في دول العالم كما يقال. نعم. في العراق حالة مختلفة تماما، والأمم المتحدة للأسف من خلال ممثليتها في العراق ضالعة في عملية الإجرام، في عمليات الإجرام المرتكبة تجاه العراقيين من قبل هذه السلطة العميلة ومن قبل قوات الاحتلال الأمريكي قبل ذلك. نعم دكتور قحطان، في أي سياق يمكن أن نضع التصريحات التي قالتها مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينيرال بلاسخارت بأن الانتخابات في حال فشلها فإن العراق ذاهب إلى الفوضى؟ ألا يعتبر هذا التصريح فيه تهديد للشعب العراقي، وما الذي ينتظر الشعب العراقي؟ إذا ما أخذنا هذا القول من جهة، وقول الذي صرح به قبل ساعات هادي العامري بأن عدم المشاركة سيكون فوضى، إذا هناك تناغم كبير ما بين القوى السياسية الفاعلة في الشأن العراقي وبين بلاساخت. وبلاساخت للأسف الشديد نحن كمتابعين كعراقيين لم نلاحظ موقف وطني أو موقف عفوا قانوني حيادي مهني حيال قضايا العراق. وبالتالي نعتقد أن تصريحاتها تتماشى مع رغبة القوى الفاعلة في العملية السياسية وقبولها ومقبوليتها في الانتخابات بأي صيغة إن كانت، وقبول الانتخابات الماضية كما قالت وهي كانت مزورة، كلها تؤكد على أن الأمم المتحدة بشخصية بلاساخت لم تكن مهنية ولم تكن توفي بعهدها ووعدها. إذن كلام كهذا في رأينا يتطابق إلى حد كبير مع القوى السياسية النافذة المتنفذة المسيطرة، وبالتالي هكذا قول يسيء العراق أكثر ما يخدم العراق. نعم أستاذ مصطفى، أمام هذه الانتخابات التي ستجري في العراق، هل تعتقد أن الشارع سيقبل بانتخابات لا تمثل إرادته رغم كل هذا الضغط الدولي للقبول بنتائج الانتخابات مهما كانت نسبة المشاركة؟ المؤكد أن الشعب العراقي لن يقبل بهذه الانتخابات. كما قلت، هو ابتداء لم يطالب بها في ظل هذا النظام. هو كان يطالب، يعني إذا كانت هناك مطالبة بانتخابات فأن تجري وفق معايير حقيقية ووفق شراف دولي وبتنظيم دولي، وليس من المعقول أن يقبل الشعب العراقي هذه الانتخابات التي تجريها سلطة قامت بتزوير الانتخابات السابقة وعلى كل مراحلها، وعلى الأقل في الانتخابات الأخيرة واليوم هذه، يعني في العام 2018 واليوم، تصريحات بلاسخارت تؤكد أن هذه الانتخابات مزورة. فكيف يمكن للشعب العراقي الذي خرج عبر كل المراحل السابقة من سنوات الاحتلال، سواء في مظاهرات واعتصامات 2011 و2013 و2014، ثم في الاعتصامات والتظاهرات الكبيرة التي شهدها العراق في إطار ثورة تشرين منذ العام 2019 وهي مستمرة حتى الآن بشكل وبأشكال وبصيغ عديدة، كيف يمكن لهذا الشعب أن يرضى بانتخابات مزورة تقيمها أو تنظمها نفس الجهات المزورة بإشراف نفس البرلمان المزور ونفس الأحزاب التي المزور العفو البرلمان المزور وأيضا هو المزور، وبنفس الأحزاب والشخوص التي قامت بالتزوير خلال الانتخابات الأخيرة التي اعترفت الأمم المتحدة، ونحن نحدد في العام 2018 لأن يعني لدينا اعتراف واضح هذا اليوم من ممثلة الأمين العام بأن هذه الانتخابات مزورة، ولا فإن الانتخابات التي سبقت هي مزورة أيضا.
إذا الشعب العراقي مقبل على تصعيد كبير في إطار هذه الثورة المباركة، ثورة تشرين، وهي مستمرة كما نعم قلت وأشكال عديدة. والعراقيون عندما أعلنوا يوما للعصيان المدني في يوم العاشر من تشرين الأول الجاري، فهذا هو شكل من أشكال الثورة ومن أشكال الرفض لهذه الانتخابات وللسلطة التي تقوم بها والتي ستنشأ عنها. نعم، عبر سكايب كنتم معنا من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا حياك ولانضمامك في استوديو الرافدين. حياك الله. حياك الله. وأيضا عبر سكايب كنت معنا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، حياك الله. شكرا لكم، حياكم الله.